وحشتيني يا حبيبتي. بلا وحشتيني بلا زفت. انت لو كنت بتحبني كنت خلصتني منه. انت مش رئيس مباحث، بقولك بتاجر في المخدرات، عايز ايه تاني؟ ايه العبط ده؟ انا لو قبضت عليها تطلعي الملك بلا حمص، وساعتها الحكومه هتتحفظ على فلوس واملاكه. بس خلاص انا مبقتش قادره استحمله، ده بيخوني مع اي حد. عارف يعني ايه مع اي حد؟ انت بتحبيه ولا ايه؟ احبه ايه بس؟ بس شكلي وبرستيجي قدام الكلاب بتوعه. انا خلاص مش قادره، عايزه انتقم منه باي طريقه. ما انت لو كنت تقدري تخليه يكتب لك مبلغ كويس، وانت تكتب المبلغ ده لحد بتثق فيه، ساعتها بقى اقبض لك عليه تاني يوم. خلاص رواية بقى، رواية بقى. كمان أدمنت كل حاجة هي بتحبها. دخلت مكتبي الصبح، لقيت أمين الشرطة جايب لي ظرف مقفول. بفتحه لقيت سي دي وورقة صغيرة. ولما شغلت السي دي ده اكتشفت ان رشدي قاسم صورني انا ومراته، وساب رقم تليفون غير رقم المعروف، ونصحني انا كمان اكلمه من رقم مجهول. وفعلا اتصلت بيه، وهددني انه هيكشف علاقتي بمراته، وهيطلب محاكمتنا بتهمه الزنا لو ما ساعدتوش وامنت له دخول شحنه الهيروين للغردقه، وقال لي لو ساعدته هيطلع مراته وكمان هيديني مبلغ كويس. في الحقيقة الكلام ده ما كانش يطمن أبدا، وساعتها عرفت إن الراجل ده لازم يموت. الغريب إنه ما حكاش لمراته أي حاجة، أنا اللي بلغتها وقلت لها إني قررت أقتله، وهي بقى فرحت قوي بالقرار ده. اتصلت بيه على نفس الرقم وقلت له اني موافق، بس لازم اقابله لوحدينا، بشرط ما ادلغش اي حد عن المقابلة، والا عليا وعلى اعدائي بقى. وفعلا راح مكتبه الساعة 1 بالظبط زي ما اتفقنا. دخلت القرية من نفس المكان اللي دايما بدخل منه، مكان معلوش حراسة وظهره للصحراء. دخلت لابس نقاب عشان محدش يقدر يشوفني، وتعمدت ان البس جزمة عالية عشان ابان اطول من طولي الطبيعي، واكون قريب في الطول من ناس بتشتغل كتير في القرية، يعني زي اياد مثلا. ما كنتش عارف وقتها مين اللي هيشيل القضية، بس عارف ان القضية كده كده تحت ايدي وهقدر اتصرف فيها.
كان خايف قوي لما دخلت عليها، ما اديتوش اي فرصه، وتعمدت ان اضربه كذا ضربه في الاول وبسرعه، ومش في مناطق موت. قلت عشان يعني لو لبستها لواحد زي اياد مثلا يبقى منطقي انه مش عارف هو بيعمل ايه. بس في لحظات كنت مخلص ولقيت سلسله المفاتيح بتاعته على المكتب، وكان فيها مفتاح الخزنه، فتحتها لقيت فيها فلوس وولاعه ذهب كنت هحتاجهم قوي بعد كده لو حبيت اخلي الموضوع يقلب سرقه. وما نسيتش قبل ما امشي اتصل على الموبايل التاني اللي بيكلمني منه. رجعت بيتي بعد ما تخلصت من النقاب ورميته في الصحراء. وخدت دش ولا كأني لي علاقة بأي حاجة، لحد ما جالي تليفون من ياسر بيبلغني بالحادثة. ألو، أيوة ياسر. لا لا مش نايم، كنت باخد دش بس. إيه؟ مش دي اسم بتاع قرية رودي؟ طبعا أنا اللي كنت متفق إن هدير تكلم إياد وتخليه هو اللي يكتشف الحادثة. فعلا ما كنتش عارف لسه هشيلها منين. ما كنتش أتخيل إني ممكن أقتل في يوم من الأيام، مع إني قتلت مجرمين وناس خارجة عن القانون قبل كده، لكن إني أقتل واحد كده عادي يعني مش ممكن. بس هو بقى اللي حطني في الموقف ده. أيوة أنا حبيتها دير، وكان نفسي تبقى بتاعتي، وكنت بتجنن إن هي بتنام جنبه في سرير واحد. أصعب تحدي ليا كان ياسر، لأنه كان ظابط ذكي، لكن اللي كان مطمني إنه كان بيثق فيا جدا، وأحياناً كتير كان بيلغي عقله علشان معتمد عليا. بس كان أصعب موقف هو موقف شنطة الهيروين. واتفقت مع هدير إنها تفهم إياد اللي بيحبها وبيموت فيها إن الحالة الوحيدة اللي تخليها تفكر فيه إنه يبقى راجل بجد، ويقدر يخلص شنطة المخدرات ويجيبها لها قبل ما تقع في إيد أي حد تاني. أنا عارف إن الموضوع صعب عليك، بس لازم تعمل كده. البضاعة هيستلمها إمام وجيهان، ولما يتم الاستلام تظهر أنت تاخد الشنطة. الشنطة دي لو عرفت تجيبها لي يبقى أنت الراجل يستحقها دير. ساعتها هيبقى معانا فلوس كتير قوي، وبعد كده هاخدك وأسافر، نبتدي حياة جديدة مع بعض. خلاص تبدي عليا، انا هخلص الموضوع بصراحه. رحت وابتديت اراقب الموقف، وكنت مستني اللحظه المناسبه للتدخل. بصراحه انا كنت حاطط كذا خطه بحيث ان الشنطه تقع في ايدي ومن غير ما اي حد يعرف اني فعلا خدتها.
تصرف شهان وخروجها بالشنطة سهل المأمورية. وأول ما وصلت الاسم سلمتها لأمين الشرطة اللي دخلها. حافظ عليها يا ابني في مكتبي لحد ما اجيلك. ساعتها قمت مسلك البضاعة. ياسر كان مستغرب قوي، ايه اللي ما خلانيش اروح؟ وايه حكاية الشنطة الفاضية؟ كانت علامة استفهام بالنسبة لي، بس طبعا ما شكش فيها لحظة. مين اللي يشيل القضية؟ مين؟ بالنسبة لي كان لازم واحد من الثلاثة، يا إما إياد، يا إمام، يا الواد طارق بتاع الأمن. أكتر واحد كنت ميال إنه يشيلها إياد، ورحت زرته في مكان سكن، وكان كل همي ان اقدر اسيب ولاعة رشدي قسم الذهب اللي انا خدتها من خزنته. كنت فاكر اني هقدر الاقي فرصه اني اسيب الولاعه في اي مكان واستغل حاله التوتر اللي كنت خالقها لإياد، لكن بصراحه ما عرفتش. إياد ما شالش عينه من عليا لحظه واحده وما ادانيش اي فرصه. وقتها رجعت افكر اكتر في طارق بتاع الامن اللي عرفت قصته من هدير، ولما كشفت عنه لقيته مسجل. اتفقت مع هدير انها تروح سكن طارق ومراته اللي في الريزورت، هم عندي في القسم، تحط له اداه الجريمه والفلوس وكمان الولاعه. ساعتها بقى طلبت من سامي انه يكشف عن المسجلين، ولقيت ان ده اسهل واحد اخليه يشيل الليله دي كلها. مش هيعرف يجيب محامي شاطر ولو نشاط اجرام، واعتداء رشدي على مراته ده مبرر كافي. ده غير بقى انه اسهل حد نقدر نحط له اداه الجريمه في بيته. الموضوع كان سهل قوي، بس اكبر مشكله واجهتني ساعتها هو ان ياسر ما كانش مقتنع ومش مصدق ان واحد يحط سكينه زي دي في بيته وهو ممكن يرميها في الصحراء مثلا. عشان كده كان لازم انفذ بجد، وفعلا قدمت استقالتي بحجه ان جالي عقد عمل مغري في الخارج عن طريق واحد قريب ليا. أول ما توفيق لي على الاستقالة طلعت أنا وهدير على المطار عدل، ورغم إن خطتي نجحت 100% لكن بصراحة أنا خايف وهي كمان خايفة. أنا خايف منها ويمكن هي كمان خايفة مني، أو يمكن إحنا الاتنين خايفين من المستقبل.